اهلا بكم مشاهدي قناه اي تي سي. اكيد اليوم بالحديث عن قرعه دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا لكره القدم التي افرزت مواجهات قويه. لدينا 10 انديه عربيه بالتمام والكمال، الامر الذي اعطانا مواجهات عربيه في المجموعات الاربع. في المجموعه الاولى اكيد قطبي الكره السودانيه المريخ والهلال وجها لوجه في نفس المجموعه، معهما البطل والاكثر فريق تتويجا الاهلي المصري وماميلودي سانداونز الجنوب افريقي. اعتبرها مجموعه الموت، فيها مواجهات قويه. نتكلم عن لقاء الوداد والزمالك، لقاء قوي، لقاء ننتظر منه الشيء الكثير، خصوصا مع تواجد لاعبين صنعاء اسمهما في فريق الوداد الرياضي، والان سيواجهان، نتكلم عن اشرف بن شرقي ومحمد أنجم. في مجموعه الترجي مع فريق النجم الرياضي الساحلي، هذا لقاء كلاسيكو سيكون قمة قارية، المباراة تجذب الأنظار في الدوري التونسي، فما بالك بمواجهة من هذا الحجم في دوري أبطال إفريقيا. بالنسبة لمجموعة الرجاء يعني نتقل أهمية عن باقي المجموعات، فهي تتميز بكون أن الأندية فيها يعني تعرف بقوتها على أرضية ميدانها، والفريق الذي سيحصد بعض النقاط خارج القواعد سيكون الأقرب لضمان بطاقة العبور للدور الموالي. دوري الأبطال هذا الموسم كما قلت يعني سيكون قوي، كأس الكونفدرالية كذلك يعني تعرف مشاركة يعني أندية كلاسيكية كما زيمبي وغيرها سيكون أقوى كذلك على المستوى الفني، ولن يقل أهمية من دوري الأبطال. نتمنى كل التوفيق على الأندية العربية، ولما لا يعني تعزيز الهيمنة العربية على المستوى القاري.